النيابة فاجأتنا بأن هي طلبت أجل لإعداد مرافعة، وده طلب غريب في تاريخ القضاء المصري أن النيابة تطلب أجل عشان تستعد للمرافعة، وكأنها تفاجأت بوجود قضية هي اللي حيلاها وهي اللي مقدمها للمحكمة. واحنا أبدنا للمحكمة استعدادنا للمرافعة وأن احنا جاهزين، وهذا الطلب يعني لا يجد وجهة أبدا أن النيابة تبديه. وإذا المحكمة هتستجيب يبقى أن احنا على ضوء هذا التأجيل طلبات أخرى قدمناها في الجلسة بسماع ومناقشة شهود إثبات، وبالتالي المحكمة وزنت الأمر وأجلت لجلسة 14/1 زي ما طلع القرار دلوقتي لبناء للنيابة تستعد للمرافعة. اللي شيء غريب جدا، هي قدمت مرافعة قدام محكمة أول درجة وهي اللي حايلة القضية وهي اللي مقدمة أدلة من وجهة نظرها، كان المفروض إن هي تبقى مستعدة النهاردة ولا تجعل الاتهام سيف مسلط على رقاب المتهم.